بدأت صباح اليوم في إيران خامسة جلسات محاكمة المتورطين في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها قبل 3 أشهر. ومثل في جلسة اليوم 6 متهمين، من بينهم عبد الله مؤمني الذي يعتبر من القيادات الطلابية البارزة. بدأت إيران الشهر الماضي محاكمات جماعية بشأن الأحداث التي أعقبت الانتخابات الإيرانية، وشملت أكثر من 100 شخص، من بينهم إصلاحيون كبار ومسؤولون سابقون في الحكومة.